السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع. جولة في آخر الأخبار في ألمانيا وأوروبا والعالم. نبدأ هذه الجولة السريعة بخبر عاجل حقيقة من مدينة غيستن، بوسط مدينة غيستن شرق ألمانيا. كانت هناك عملية احتجاز رهائن في مركز تجاري بحسب معلومات من الشرطة الألمانية. طبعا العملية انتهت. تفاصيل هذه العملية: شخص احتجز، لم يذكر العدد إذا كان الأشخاص المحجوزين الرهائن شخص أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، ولكن الشخص الجاني هو شخص واحد. الشرطة الألمانية سيطرت على الموضوع وسيطرت على العملية التي استمرت لأقل من ساعة أو ساعتين. تم تحرير الرهائن وهم بصحة جيدة. أما الشخص الجاني فكانت المعلومات بحسب المعلومات الواردة يعاني من مشاكل نفسية حادة بحسب معلومات من الشرطة الألمانية. وبالقرب من هذه العملية وجدت جثة شخص، امرأة ألمانية متوفية بنفس البيت أو الشقة الذي يعيش في هذا الرجل، ومن المتوقع أن يكون والدة هذا الرجل الجاني. يعني والدة الجاني توفيت في شقة قريبة من موقع هذه الحادثة. وقالت الشرطة أيضا إنهم كانوا على اتصال مع الجاني قبل انتهاء العملية. احنا لاحظنا بعمليات الاحتجاز، احتجاز الرهائن داخل المحلات التجارية والمراكز التجارية وعمليات الطعن اللي بتصير، القتل اللي عم بتصير حاليا، جميعها أسبابها أمراض نفسية. يعني كيف ممكن نلاقي حل لهذا المرض النفسي الذي يصاب فيه الناس في ألمانيا، مما يدفعهم إلى ارتكاب جرائم وتوصل إلى القتل. حقيقة مشكلة كبيرة جدا. ننتقل إلى موضوع آخر يخص بطاقة 49 يورو في ألمانيا. اجتماع بين رؤساء وزراء في المقاطعات الألمانية 16 مع الحكومة الألمانية بقيادة السيد المستشار أولاف شولتز حول موضوع أو المسألة التمويلية لبطاقة 49 يورو. وقالوا أنهم اتفقوا وأخيرا على التمويل بخصوص بطاقة 49 يورو. وزير النقل قال إنه سيعمل جاهدا بخصوص تسريع طرح بطاقة 49 يورو. إذن كافة العوائق والمشكلات تم حلها جميعها بخصوص المسألة التمويلية، تم حلها جميعا، لم يبقى إلا طرح هذه البطاقة. هناك بقي فقط التجهيز والأمور القانونية والروتينية. بقية المشاكل الكبيرة تم حلها، وهناك أيضا مسألة متى سيتم طرح هذه البطاقة. قديما بأوائل الكلام عن هذه البطاقة قالوا ببداية العام المقبل عام 2023، ولكن بآخر الأخبار وآخر التسريبات قالوا أنهم بالشهر الرابع 1/4/2023. من الممكن يكون في تسريع لهذه المدة أو تأخير، يعني ممكن 1/3/1/4/1/5/1/6 يكون في طرح لهذه البطاقة. لحد الآن هم قالوا 1/4 وأكدوا على أنهم راح يسرعوا بطرح هذه البطاقة. نتمنى أن تطرح هذه البطاقة في الأسواق بأسرع وقت ممكن. ننتقل إلى موضوع آخر حقيقة محزن. كانت هناك وفاة طفلة من الجنسية السورية في مدينة ماغبورغ بولاية هيسن الألمانية. طبعا الطفلة توفيت وشقيقها أصيب بجروح، والوالدة كمان الامرأة أصيبت بجروح بسبب صدمهم بقطار أثناء عبورهم إحدى التقاطعات في المدينة. طبعا الطفلة هي البالغ من العمر 3 سنوات التي توفيت. كانوا يعبرون معبر رسمي للمشاة تزامنا مع مرور القطار، والقطار سائق القطار استخدم التنبيه ولكن دون جدوى بحسب ما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية. ننتقل إلى موضوع آخر. بدأت السلطات الألمانية إجراءات طلب تسليم مواطنين من النمسا وإيطاليا تم اعتقالهما خلال عمليات القبض على عناصر نسب إليها التورط في الأعداد لعملية انقلاب تقف خلفها حركة مواطني الرايخ في ألمانيا، ولم يذكر متى يمكن أن يمثل الفردين أمام قضاء التحقيق بالمحكمة العليا الألمانية. وأيضا كان هناك اعتقال 25 شخص في أحد أكبر العمليات في تاريخ ألمانيا بتهمة تخطيط لانقلاب في ألمانيا.
هذه جماعة أو هذه الحركة حركة أو جماعة مواطني الرايخ لا يعترفون بالدولة الألمانية ولا يدفعون الضرائب ولا يعترفون بالقوانين الألمانية ولا بالديمقراطية. هم بيفكروا على أنهم يعيشون قبل 70 أو 80 سنة بفترة وجود الإمبراطورية الألمانية. بعد العملية الكبيرة يعني عملية الاعتقالات الكبيرة وصلت إلى 25 شخص، على الأغلب في مواطنين من النمسا وإيطاليا كمان مشاركين ضمن هذه الحركة. الاستخبارات الألمانية تطالب بهدول الأشخاص المشاركين في عملية انقلاب والقضاء على الدولة. ننتقل إلى موضوع آخر. أفادت الاستخبارات الألمانية بوجود مركزين غير قانونيين للشرطة الصينية في ألمانيا، وهما يمكنان السلطات الصينية من العمل بالخارج دون تراخيص وجمع المعلومات. وجاء ذلك عند سؤال طرحته إحدى أعضاء البرلمان الألماني البونتستاغ، وقالت الحكومة الألمانية إن المكاتب منظمة على أساس شخصي وتتنقل ولم يتم إقامة أي مكاتب دائمة. وأضافت الحكومة الاتحادية إن مركزين الشرطة غير قانونيين يديرهما أفراد من الشتات الصيني وهم مواطنون صينيون وألمان. وقالت الحكومة الألمانية أيضا أن السلطات الصينية ليس لها سلطات تنفيذية على الأراضي الألمانية. وأيضا أنشأت الصين 54 مركز للشرطة خارج الصين تستخدم أحيانا لاستهداف منتقدي الحزب الشيوعي الصيني. إذا الحكومة الألمانية تعترف بوجود مركزين للشرطة الصينية داخل الأراضي الألمانية. عند سؤال إحدى أعضاء البرلمان الألماني البوندستاغ تم سؤال الحكومة عن هذا الموضوع. الحكومة أكدت أنه في مركزين للشرطة الصينية، ولكن ما هما مركزين أساسيين ثابتين؟ هناك هاي المراكز متنقلة ويديرها أشخاص ألمانيين وصينيين، يعني عندهم الجنسية الألمانية والجنسية الصينية. وأضافت أيضا الحكومة أن لهذين المركزين الصينيين ليس لهم سلطات تنفيذية داخل الأراضي الألمانية، يعني ما فيهم يطالعوا أي قرار أو ما فيهم يطالعوا أي شيء من دون علم الحكومة أو ما فيهم يساووا أي شيء خارج القانون. ننتقل إلى موضوع آخر بخصوص انضمام كرواتيا لمنطقة الشنغن ولمنطقة اليورو. تم الاتفاق على انضمام كرواتيا لمنطقة الشنغن واليورو، وكان الإجماع كافة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي أو كافة أعضاء منطقة شنغن واليورو وافقوا على انضمام كرواتيا لمنطقة اليورو والشنغن ابتداء من العام المقبل 1/1/2023. آخر انضمام لمنطقة الشنغن كان في عام 2011 بانضمام دولة ليشتنشتاين. بهيك بيكون إلغاء الحدود البرية بين كرواتيا ودول منطقة شنغن، يعني بيكون في حرية التنقل بين المواطنين الكرواتيين ومواطني منطقة شنغن، بيكون الحدود مفتوحة بين كرواتيا وبين هذه الدول. وأيضا إلغاء القيود المفروضة في المطارات. كرواتيا أصبحت العضو رقم 27 بمنطقة الشنغن واليورو. ويوجد في منطقة الشنغن واليورو حوالي 400 مليون شخص يحق لهم التنقل بحرية ودون قيود داخل حدود دول شنغن. وبخصوص دولتين آخرتين، بخصوص بلغاريا ورومانيا، تم رفض طلبهما بخصوص دخولهما إلى منطقة الشنغن. النمسا كافة الأعضاء وافقوا إلا عضو واحد، وكانت النمسا اعترضت على دخول رومانيا إلى دول منطقة الشنغن، والسبب كان أن رومانيا لم تحافظ على حدودها في مسألة الهجرة الغير شرعية، مسألة اللاجئين والمهاجرين. وبخصوص بلغاريا، هولندا هي الوحيدة فقط التي لم توافق على انضمام بلغاريا لمنطقة الشنغن واليورو، وسبب قالت أنها لديها مخاوف من الفساد وحقوق الإنسان في بلغاريا. ننتقل إلى موضوع آخر ومهم جدا بنفس الوقت، يخص الأطفال في ألمانيا. ومع دخولنا فصل الشتاء هناك زيادة في الإصابة بالفيروسات عند الأطفال أو بالرشح أو بالحمى. أطباء ألمانيا يدقون ناقوس الخطر وتحذير بخصوص انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بشكل كبير بين الأطفال، وأيضا زيادة كبيرة في حالات الإصابة، ما يزيد الضغط على المستشفيات وخاصة أقسام العناية المركزة. وقال رئيس قسم الأطفال بمستشفى هانوفا
إن الوضع خطير جدا لدرجة أنه يتعين علينا حقا أن نقول إن الأطفال يموتون لأننا لا نستطيع علاجهم. وإذا قالت الجمعية الألمانية للعناية المركزة وطب الطوارئ، قالت إنها حذرت في شهر ديسمبر من أن أقل من 100 سرير عناية مركزة للأطفال متوفرة في المستشفيات الحكومية على مستوى ألمانيا، وأن الوضع يزداد سوءا. أما عن سبب انتشار الفيروس المخلب التنفسي بشكل كبير بين الأطفال، وهون النقطة مهمة كتير، الخبراء يحذرون من سبب انتشار الفيروس المخلب التنفسي بشكل كبير بين الأطفال في الفترة الأخيرة هو نقص المناعة لدى الأطفال بسبب تداعيات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، والتحذير الآن من انتشار أكبر للفيروس المخلبي التنفسي. وزارة الصحة الألمانية بدورها أيضا قالت إنها خصصت 600 مليون يورو لمستشفيات الأطفال على مدى العامين المقبلين، وقالت إنها تسعى لزيادة عدد الطواقم في مستشفيات الأطفال. أصدقائي، هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى المعلومات اللي ذكرناها تكون مفيدة للجميع. نلقاكم بفيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.